نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. انتبه اشقال انتبه اشقال. صباح النور يا جماعة، صباح الخير أميس، صباح الخير إياد، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. نحكيوا على الاحتجاجات اللي صارت في الليل اللي تعداو في تونس، برشا ولايات وبرشا مناطق صار فيها فوضى، برشا ناس ما يقول لك الكلمة اللي باش نستعملها شنية، كما قبل يقول لك ملثمين، سراق، ناس محتجين يطالبوا بالحق بالحرية والتشغيل والكرامة وإلا لا. دونك الاختلافات مختلفة، باش نسمعكم إكستخيف فيهم شوية من نشرات الأخبار داخل تونس وخارج تونس. تواصل أحداث الشغب والاحتجاجات في عدد من الجهات، ورئيس الدولة يؤكد الحق في الشغل والحرية والكرامة ويحذر من توظيف الشباب لبث الفوضى. يوم ثالث هو الأعنف من سلسلة احتجاجات وأعمال شغب تشهدها عدة مدن تونسية بما فيها العاصمة. شبان يرشقون قوات الأمن بالحجارة، والأخيرة ترد بقنابل الغاز. عودة الهدوء إلى عدد من مناطق البلاد والتي شهدت ليلة أمس أحداث شغب وعمليات كر وفر بين عدد من الشبان وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. البارح في القناة الوطنية في برنامج زميلنا شاكر بالشيخ كانت من بين ضيوفه شيماء بوهلال اللي هي ناشطة في المجتمع المدني، وصار بيناتهم خلاف، قالها سمي لازم تسمي ونعرفوا شنو اللي قاعد صاير بالضبط، على خاطر يختلف التعاطي مع كل أكسيون يعملوها الناس في الشارع، فما اختلاف كيفاش باش تتعاطى معها. الناس منتخبينهم مباشرة بطريقة غير مباشرة وعندهم ثقة ويحكموا في هالبلاد باسم الناس وباسم الشعب، حتى واحد منهم ما قاعد يحاول يفهم شو قاعد يصير في الشارع، والأمني يلقى روحه هو اللي يعطي في الإجابة الوحيدة من الدولة. يعني الدولة الرد الوحيد متاعها للغضب اللي موجود أو للنهب، سميه اللي تحب. لا، ما التسمية مهمة، تسمية شيء، ما التسمية مهمة على خاطر التسمية. سمي هولي غضب، سمي هولي نهب وأعمال تخريب، سمي هولي شغب، سمي هولي احتجاجات، سمي التسمية لأن يكون فعل رده لكل فعل رده فعل. سمي لي التسمية باش نعرف علاش ما نجمش نسمي التسمية. على خاطر اللي قاعد يصير في أماكن محلية مختلفة، والواقع في كل بلاصة مختلف، فما ناس غاضبين واللي لازمهم يجيبوا على هذا الغضب ما همش قاعدين يجيبوا وقاعد يزيدوا في الغضب هذا. زيد البارح طرت واحد من عميد من الامنيين في قناه نسمه اللي قال احنا اليوم الامنيين ما عادش مستعدين احنا باش نتحملوا غياب السلطات الاخرين، نقعدوا احنا ديما البوليسيه هما اللي يضربوا في الاخر، يقعد الامني هو فقط الخايب. البارح زيد خالد الحيوني ناطق رسمي باسم وزاره الداخليه كان حاضر في الوطنيه وقالوا احنا وزاره الداخليه اكثر وزاره عندها درايه باللي قاعد يصير في الشوارع. احنا قلت لك احنا الوزارة الأقرب للمواطن، والوزارة الأكثر إلماما بشؤون الحياة العامة، والوزارة الأكثر تعاطيا مع شأن العام. وقت اللي الإعلام يتوجه لنا ويقولوا بربي ويني وزارة الداخلية، في عديد المناطق انطلقت معناها بعض الأعمال من طرف أشخاص اللي هما يكونوا في حدود 20-30-40، يعني في شكل مجموعات يتنقلوا، وأنا هنا قاعد نقدم في وقائع مادية، ربما يقوموا بإشعال العجلات المطاطية في المفترقات وفي الطرقات الكبرى وفي المسالك الرئيسية، يقوموا بإشعال حاويات الفضلات، الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، على الاعتداء على السيارات، على واجهات المحلات، على محاولات اقتحام المراكز التجارية والمحلات التجارية، محاولات الاعتداء على واجهات الفروع البنكية، اعتداء على أملاك خاصة وعامة. هنا كيفاش الأمن يتعاطى مع حاجات صايرة كما هكا، حتى كان في وسطها احتجاجات مشروعة، فإنه اللي قاعد صاير من تدمير وتخريب هذا كل مش معقول. ولكن زادا شفنا برشا فيديوهات اللي داروا في الويكاند اللي فيهم ناس الأمنيين يعتديوا عليهم، نساء دخلوا لهم للديار، حتى كان فما شكون كما تقول شيماء بوهلال اللي المقاربة الأمنية ساعات غلطة، حتى كان مهما كان الحاجة اللي هم طالبين بها وحتى كان هي غلطة مش معقول يصير اللي صار. إذن لازم المقاربة ما تكونش قانونية فقط، يلزم قوات الأمن أو وزارة الداخلية تعرف كيفاش أنا ما نزيدش نستفز الشارع عن طريق إيقافات. أنا شفت فيديوهات مريعة البارح، يعني ناس تكركروا من ديارهم، نساء عيطوا في نص انصاف الليالي، فيديوهات لايف، لا نجم نقول مفبركة، لا نجم نقول حد شيء، ناس نساء تعيط وصغار تتعيط معناها، وناس يجبدوا فيهم وكلام زايد لهالدرجة. الناس اللي على البارح كان لازم يتم إيقافهم بالطريقة هذيك بالتوقيت هذاك. ما هو أنا نفس الشيء، تقولي علاش احتجاجات في الليل وعلاش نهب، علاش عنف كي من هكا من وزارة الداخلية إذا أنت الشخص تعرف شكون. وناس هبطوا بيانات على فيسبوك، لأننا قاعد نحكيه على أشياء خطيرة، يعني فما ناس فقط على خاطرهم أبدوا دعمهم لمهما كان نحبوا نسميوه، يا سيدي هاني باش نستخدم تسمية محايدة. أنا بالنسبة لي هذه تولي سياسة الدولة.
اللي يصير مع الامن هذيك سياسه الدوله تقول شيء من بوهلال بما انه بقيت الدوله ما تكلمتش. ما ريناش رئيس الحكومه يحكي على الاحتجاجات ولا حتى مسؤول اخر الا رئيس الجمهوريه اللي كان مشى للمنيهله الحومه نتاعو لحي التضامن وحي الانطلاقه زوز مناطق شعبيه مجاوره للمنيهله واللي كانت صارت فيها الاحتجاجات وقال لهم راهو انا منكم وراهم التوانسه عمرهم ما كانوا سراق. نحب نتوجه للشعب معنا نعرف الفقر ولكن نعرف شكون اللي قاعد يتاجر بالبؤس والفقر بتاعه. ما تخليه حد يتاجر بالبؤس، ما تتعرضوا لحد لا في أعرض ولا في مال ولا نتعرضوا للأملاك بتاع الناس. نحن وصلنا لهذا بناء على القيم الأخلاقية مش بناء على السرقة ولا النهب. فما ناس دخيلة تحب تسرق وتنهب وتخرج في الليل. أنا أتكلم مع اخترت مش أتكلم لنا من حي الانطلاقة ومن حي التضامن فضلا عن أنكم أبناء الحي اللي نسكن فيه. فضلا عن هذا نحب نوجه رسالة إلى كل التونسيين من خلال وأن شباب تونس الدائر عمره ما كان لص ولا سام. الناس تحب توظف الشباب تحبوا تخدموا ولكن ما تعرضوش لأي كان ما تعرضوش لأي كان لحظة واحدة ساعة ما تعرضوش لأي كان لا في عرض ولا المسوا الأملاك ولا المسوا مؤسسات الدولة. أنا جيت لا ما حبيش أتكلم من بعيد لأنكم توما الناس اللي أنا خرجت منهم وأنا منهم وأنا سأبقى منهم لنحمل الأمان. أنتم عندكم الحق باش تعبروا عن رأيكم ولكن حبوا تعطيوا درس للعالم وأنا أنا ما لش شعب اللي يخرج في الليل فما ناس تحب تخدم بيكم في الليل. فما شكون اللي قال رئيس الجمهورية يقول في كلام جوست شعبه وفما شكون اللي شكره قال على خاطر في صلاحياته ما عنده ما يعمل أكثر من هكا وبه أنه توجه لهم ومشي لهم اللي على عين المكان. شنو رأيك؟ مهم اللي قام به رئيس الجمهورية أنه البارح يتكلم وجه رسالة أنه يتفهم يمكن الغضب يمكن الاحتقان والاحتجاج ولكن رسالته كانت واضحة أنه راهو الاحتجاج بعمره ما يكون بالسرقة ما عمره ما يكون بالاعتداء على أملاك الناس وأعراضهم وهذه مسألة مهمة. اليوم يمكن فما مشكلة أنا مش نرجع حتى الديبال اللي صار في الوطنية اللي حكيت عليه ثقافة الاحتجاج الديمقراطي اليوم في تونس للأسف معناش راهو تمشي لأي دولة في العالم ديمقراطية راهو الناس تظهر يمشي للسلطة قبل 24-48 ساعة يعلم يقول راني في النهار الفلاني عامل مسيرة عامل اعتصام عامل وراهو يعطي نتائج. هذا زاد راهو غلط انه نقولوا لا ما يعطيش نتائج راهو كان العنف يعطي نتائج. انا معناتها انا عام بنحكي لك بتجربه حكوميه راهو الناس كيف يجيو يظهروا قدام القصبه بشكل قانوني جاوا الاستاذ النواب جاوا المفروزين امنيا جاوا الاستاذ الصحه وغيرها راهو يعطي نتائج لانه هذاك يدفع عن بعض الحكومه باش تحكي معاهم باش تلقى حلول. بالتالي راهو هذا العنف غير مبرر وكلام رئيس الجمهوريه في محله الاحتجاج والدفاع على المبدا راهو ما يكونش لا بالسرقه لا بالعنف. انا موافقتك في الكلام اللي قلته الكل جست مش خاطر هما دول ديمقراطيه حتى في الدول الديمقراطيه رينا الاحتجاجات فيها التكسير في فرنسا في امريكا في برشا دول اكثر منا نحن سنوات ديمقراطيه. به يعطيكم الصحه الاولاد ما عنديش راي ما صحيت محافظ صحيت حبوا صحيت اليوم محافظ على الحياد نتاعي مع الحياد ولانه من الحكايه ما تطلبش حياد وقت يبدا فما سرقه ونهب وكل دونك اسمها سرقه ونهب وما عندها حتى علاقه بالاحتجاج. معناتها اللي يحتج يخرج بوجه عاري في وضح النهار ويعيط يقول انا راني طالب نحب راني هكا انا راني مظلوم واعطيوني حقي مش يمشي يسرق دونك معناتها جوست هذه ملاحظه هذه موقفك موقفي صحيت صحيت يعطيك الصحه.